أسرع طريقة قشطة وأنجح طريقة لرمضان. كل عام وأنتم بخير. حليب كامل الدسم 1 لتر على حرارة متوسطة. قبل الغليان نوضع 3 ملاعق كبيرة من الخل، إذا مش موجود خل بنوضع عصير الليمون وبنحرك. بنغلق الحرارة بنوضعها جانب ربع ساعة، بعد ربع ساعة بنصفي الجبنة القريش منها. نستخدم نفس الوعاء، بنجيب 1.5 كوب حليب كامل الدسم و 50 جرام من النشا، بنحرك جيد. وهيك عندما تنضج وتتماسك نوضع الخليط جبنة القريش عليها، بنحرك جيد تقريبا 5 دقائق وهيك أصبحت جاهزة. نتركها حتى تبرد. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. ممكن تضيفوا لها أي منكهات أنتم بتحبوها، سكر أو أي شيء. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كثير لكم، أتمنى الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.